مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي الذي يسلط الضوء على كل ما يهم المرأة السعودية والخليجية والعربية. لكن اسمحوا لي أني أمسي على زميلتي رانا اللي حتشاركني حلقة اليوم. مساء الورد لك يا رانا. يسعد مساكي دلال، وأيضا مساء الخير لكل من يتابعنا في سيدتي الآن. مشاهدين كالعادة كما عودناكم نبدأ بعناوين حلقة اليوم. في سيدتي اليوم، التميز بين خبيرات التجميل في حديث مع نموذج ناجح. طالبة سعودية موهوبة في الرسم تطمح لرسم لوحة الموناليزا. سيدتي تناقش مستقبل المهن النسائية في القطاع الخاص. ما هي التحليلات الفلكية والزمنية لتأثير القمر على حياتنا الطبيعية؟ رشا فرعون تطلق معرض رنوي في العاصمة الرياض. وبعد ما تابعنا جولتنا في العناوين، أذكر مشاهدينا أن يستمروا في التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على التويتر، وتابعوا تفاعلات البرنامج وكواليسه من خلال حسابنا على سناب شات الظاهر أمامكم على الشاشة، ولا تنسوا تتابعوا فقراتنا على اليوتيوب، هذه في حالة إذا فاتتكم الحلقة. مشاهدينا الآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى زميلاتي في جدة مروة وخلود، ويسعد مساكم خلود ومروة. يسعد لي مساكي يا رانا، ويسعد مسا دلال بالتأكيد، ومسا كل من تابعنا عبر شاشة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. بالتأكيد ساعتان من البث المباشر بنقدم لكم من خلالها كل ما يهم المرأة العربية والأسرة والمجتمع بشكل عام. يسعد مساكم أعزائنا المشاهدين عبر شاشة روتانا خليجية من برنامج سيدتي. دمية الباربي اللي يحبوها الفتيات ويعشقوها الآن أصبح في نسخة جديدة من هذه الدمية بمسمى حجار بي. هنشوف هذا التقرير حول هذه الدمية ونرجع نتابع بقية فقراتنا. آدم شابة تبلغ من العمر 24 عاما من نيجيريا، قررت أن تطلق تصميمها الخاص بدمية الباربي تختلف عن النسخة السابقة والتي كانت جزءا أساسيا من حياتنا كفتيات على مدار 60 عاما ماضية. أطلقت حنيفة آدم دمية حجاربي كنسخة من باربي الأصلية لتحصد خلال شهر واحد ما يقارب 18,000 متابع عبر الإنستغرام. ولم يكن من المتوقع أيضا أن تعلن شركة باربي حماسها الشديد لإطلاق النسخة حجاربي. حنيفة آدم بعد نجاح مشروعها بدمية حجاربي أطلقت مدونتها الجديدة باسم هاني، وفيها تصاميم خاصة بالمرأة المحجبة. إذن جميل الحجاب على باربي أيضا. إذا مشاهدي الكرام ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير أكيد ابقوا معنا. بعد الفاصل، التميز بين خبيرات التجميل في حديث مع نموذج ناجح.